الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فكنا أخذنا آخر حديث من كتاب البلوع من كتاب عمدة الأحكام هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية حتى يقبضه وهما في الصحيحين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال أو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك قاتل الله اليهود والنصارى أو قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أي شحوم الميتة جملوا ثم باعوه فأكلوه ثمنه. الحديث الصحيحين. قال جملوه أي أذابوه. هذا الحديث كما ذكرت هو في البخاري ومسلم وهو حديث جابر بن عبد الله أبو عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي رضي الله عن الجميع. وقد استشهد أبوه في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويعد جابرا رضي الله تعالى عنه من المكثرين في رواية الحديث فهو أحد المكثرين ممن جاوزت روايته للحديث الألف فعد ضمن المكثرين كما يعد من علماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع. حديث عند أصحاب الكتب ووفاته سنة 78 من الهجرة. هذا الحديث يذكر فيه صلى الله عليه وسلم ما حرم الله جل وعلا بيعه. وسبق معنا في بداية كتاب البيوع ذكر أركان البيوع. وبذكر أركان البيوع وبيان شروط كل ركن من تلك الأركان قد تبين لكم الكثير من البيوع المحرمة كما تبين لكم أيضا الكثير مما لا يجوز بيعه حيث ذكرنا أن من أركان البيوع العاقدين والثمن والمثمن وما يدل على تمام العقد ويسميه الفقهاء الصيغة. وذكرنا تعريف البيع عند الفقهاء وجاء فيه ذكر الثمن والمثمن
والمثمن هي السلعة التي تباع. ومما ذكرناه في شروطها أن تكون مملوكة لصاحبها قادرا على تسليمها، وأن تكون من الحل من الحلال الطيب الذي أذن فيه ولم يرد ما يدل على نهي بيعه أو شرائه. وهذه أصول نعرفها أو عرفناها من خلال ذكر معنى البيع وتعريفه. وهذه أحاديث تشير إلى بعض أفراد المبيعات التي يحرم بيعها، ومنها ما تضمنه هذا الحديث. والذي تضمنه الحديث هذا هو دليل من أدلة كثيرة تدل على عظم هذه الشريعة، وأنها جاءت لتحقق مصالح العباد وتكملها، ولتدفع عنهم المفاسد والأضرار وتقللها. ولهذا فهذه الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، وهذه الشريعة لا تأمر إلا بما فيه خير، ولا تأمر إلا بما فيه تحقيق للمصالح وتكميل لها، ولا تنهى إلا عن الشر، ولا تنهى إلا عما فيه مفاسد، وتأتي بتقليل المفاسد إن وقعت كذلك. وقد أذن الله جل وعلا للناس أن يتمتعوا من الخيرات التي جعلها لهم في الأرض. قال جل وعلا: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه، سخر أي ذلل وجعلها منقادة وميسرة لكم. هو الذي سخر لكم أي لأجلكم ولشأنكم جميع من الفاظ العموم ما في السماوات وما في الأرض. هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من عنده سبحانه وتعالى. تسخيرها دليل على جواز الانتفاع بها، والانتفاع بها كما يكون باستعمالها واستهلاكها يكون أيضا ببيعها وشرائها. ولكن ثمة أمور ليس فيها مصالح بل إنما تضم مفاسد، فعينها جل وعلا وحرمها ونهى عنها. ولهذا الحلال أكثر مما حرمه الله، من أجل أننا نجد في النصوص الشرعية تعديد المحرمات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، فهي معدودة. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهذا يدل على تعديل المحرمات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمحرم معدود وغيره حلال، فالحلال أكثر من الحرام. ومما جاء تحريم بيعه وشرائه هذه الأربعة المذكورة: الخمر الملعونة التي تغطي العقل وتذهب بآلة
التفكير وآلة الفهم وآلة التثبت والتريف، فتوقع صاحبها فيما ينكره هو نفسه إذا عاد إليه وعيه وصار في كمال عافيته وتمام عقله، فحرمها جل وعلا بيعا وشراء. والميت أيضا مما يترتب عليها من المفاسد ومن التأفن، فتضر بجسم الإنسان، وكذلك الخنزير لما فيه من الأضرار والنجاسات، وكذا الخمر مضارها جسمية ومعنوية وحسية. ثم جاء ذكر الأصنام التي هي ذريعة للشرك، وهو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، كما أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به، فأعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الشرك. والأصنام إنما تتخذ لتعبد من دون الله عز وجل، فحرم الله جل وعلا بيعها وشراءها، ومن ثم يحرم تصنيعها وتمثيلها ونحتها. فالحديث يعد من الأحاديث العظيمة، ولهذا ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله في تتمة الأربعين ضمن العشر الأحاديث الخمسين الذي أتم بها الأربعين، والتي سبق شرحه والانتهاء منه قريبا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام الفتح، العام هو اسم للسنة، اسم للسنة، وذكر بعض أهل اللغة أنها تسمى السنة إن كان فيها سنة بمعنى القحط والجذر، والعام من عموم الخيرات، ففيه نوع تفاؤل، وسمي العام عاما قالوا لأن الشمس والقمر والليل والنهار يعوم فيها في الفلك، ومنه قوله تبارك وتعالى وكل في فلك يسبحون. والعام مصدر عام يعوم أوما وعاما، ويقال عامت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى. وسبق قريبا الإشارة إلى نوع من أنواع البيوع وهو المعاومة من العام، بيع الثمر إلى العام، فهو منهي عنه لما فيه من الغرر. يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة في رمضان من سنة 8 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في عاشر رمضان من سنة 8 من الهجرة قاصدا مكة لفتحها، وفتحها وخطب فيها وتكلم في الناس، فكان مما خطب به هذا الذي نقله جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله عام الفتح فيه تحديد للزمان، وهذا التحديد يستفاد منه كما قال ابن عباس وغيره كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، وينظرون إلى الآخر فالآخر، فينظرون الآخر ويأخذون بالآخر ويتركون الأول، إشارة إلى ما
يكون من الأحكام التي تنسخ. فذكر التاريخ والإشارة إليه يؤيد ويدلل على إثبات النسخ إذا وجد ما يؤيده ويدل عليه. يقول: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله حرم بالخبر الواحد، لم يقل حرم، وإنما قال حرم. قالوا: هذا من باب الأدب مع الله جل وعلا، حيث لا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والله تبارك وتعالى في ضمير واحد، فقالوا هذا من باب الأدب. وفيه أيضا إشارة إلى معنى آخر، وهو أن ما حرم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثل ما حرم الله، وهذا جاء في حديث المقدام بن معد كذب في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: يوشك الرجل أن يجلس على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فقالوا: الضمير هنا جاء بصيغة الإفراد، إن الله ورسوله حرم، إشارة إلى أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وكأن المراد إن الله حرم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم. فهذا التحريم منه عليه الصلاة والسلام كالتحريم من الله تبارك وتعالى. وجاء في طرق صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بضمير التثنية، بضمير التثنية. وعندها استشكل العلماء ذلك، لما؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يجمع بضمير التثنية بين الله تبارك وتعالى وجل جلاله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث رواه مسلم أن الرجل قام يخطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أي لا تقل ومن يعصهما، تجمع بين ضمير يعود على الله جل جلاله وآخر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النهي عن الجمع بينهما بضمير التثنية، فما وجه الحديث إن الله ورسوله حرما؟ بل إن هناك أحاديث أخرى جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الضميرين، ومنها ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، رواه البخاري ومسلم. وكذلك في الصحيحين حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بضمير التثنية. قالوا: إذن الجمع بين الله تبارك وتعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام بضمير التثنية قد جاء في أحاديث، فما وجه ذلك؟ أجاب العلماء بأجوبة. قال بعض العلماء:
إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل لأنه كان يخطب في الناس، والخطبة من شأنها البيان والإيضاح والتفصيل، وأن لا يلغز فيها ويذكر ما فيه إشارات غير واضحات، لا بد من التفصيل. وأما ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام فهو في مقام التعليم وفي مقام البيان والوعظ. وهذا الجواب قد يعترض عليه، لأن جابر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح. وقال بعض العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخشى في حقه ما يخشى في حق غيره. وقال بعض أهل العلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن ذلك من باب الأدب والأفضل والأولى، ولما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على الجواز، دل على الجواز. وقال بعض العلماء ما وقع من النهي في حق ذلك الرجل هي حادثة عينية وواقعة عينية لها أحوالها وظروفها ومقتضياتها، ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل الجواز، لأن غاية الأمر الذي في الحديث أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله، إن الله ورسوله حرما، أي إن الله حرم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم، كمثل قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، فحذف خبر أحد المبتدأين وأثبت للآخر، ويستفاد إثباته لأحدهما من إثباته للآخر، على أن النحاة يختلفون أي الخبرين محذوف، هل هو خبر المبتدأ الأول أو الثاني، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله مبتدأ أحق أن يرضوه هذا الخبر، ورسوله وعاطف ورسول مبتدأ ثاني وأحق أن يرضوه والخبر، فقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه أي الخبرين محذوف، هل هو خبر المبتدأ الأول المعطوف عليه ولا المبتدأ الثاني هو المعطوف، قولان لأهل النحو. فقالوا التقدير الله ورسوله أحق يرضوه ورسوله أحق يرضوه، وكذلك في الحديث إن الله حرم وإن رسول الله حرم. واختار بعض العلماء كالعز بن عبد السلام والإمام القرطبي، ورجحه أيضا الشيخ الألباني في رسالته خطبة الحاجة، أن ما جاء فيه الجمع بين ضميرين جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يخشى في حقه أن يسوي نفسه مع الله تبارك وتعالى، وما لا يخشى في حقه قد يخشى في حق غيره، فيكون هذا من باب الخصائص، وهذا جواب سبق ذكره. وقال بعض العلماء قوله ومن يعصهما فقد غوى، هنا أنكر عليه تثنية الضمير وألزمه أن يقول ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله، يريد من وراء ذلك أن كل واحد من العصيانين مستقل بذاته باستلزام الغواية، يعني من يعص الله فقد غوى، وإذا عصى رسول الله فقد غوى، وإذا عصاهما فقد غوى، وإن كان معصية أحدهما لازمة لمعصية الآخر، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبالتالي فالمفهوم من يعصي رسول الله فقد عصى الله، وجاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله،
ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله تبارك وتعالى. فقال بعض العلماء أوجب أن يقول من يعصي الله ومن يعصي رسول الله إشارة إلى أن مع كل معصية باستقلالها تستلزم الغواية. وأما في مقام المحبة قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إشارة إلى أن الواجب المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فأن يكون محبا لله تبارك وتعالى ومحبا أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا تكفي محبة دون أخرى. هذا في الجملة ما أجاب به العلماء في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم، وفي بعض الروايات حرم بيع الخمر. الخمر مأخوذة من خمر الشيء إذا غطاه، وسميت الخمرة خمرا لأنها تغطي العقل وتزيله وتذهب به، فيصير شاربها لا يفقه شيئا ولا يعلم ما الذي يدار به وما الذي يفعله، ولهذا حرمها الله تبارك وتعالى. وهذا من محاسن شريعة الإسلام، تحريم ما فيه الضرر والإضرار. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سبق في بيان معنى هذه الآيات أنها متضمنة لتحريم الخمر من ثمانية وجوه ذكرناها. وما حرمه الله تعالى حرم بيعه وحرم ثمنه. والأدلة على تحريم الخمر من الكتاب ومن السنة ومن إجماع العلماء، وحتى على تحريم بيعها سواء كانت مائعة أو جامدة أو غير ذلك. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. وفي الصحيحين أن عن ابن عباس أن عمر بلغه أن رجلا باع خمرا فقال قاتله الله، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوا الشحوم، لكن ماذا فعلوا؟ جمعوا الشحوم وأذابوه صيروه زيتا فباعوه وأكلوا ثمنه. وما دام حرم أكله حرم بيعه وشراؤه وحرم أيضا ثمنه. وفي حديث أيضا فباعوها وأكلوا ثمنها. وروى أبو داود من حديث ابن عباس إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وعند ابن أبي شيبة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. وروى مسلم عنها أيضا لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. وروى مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع. قال أبو سعيد فاستقبل الناس بما كان
عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. هذه أحاديث صريحة في ماذا؟ في تحريم بيع الخمر وأنها حرام، والآيات في ذلك واضحة، وكذلك هذه الأحاديث وغيرها كثير في تحريم شربها وبيعها وشرائها. ولا يزال بعض السفهاء والسفلة ينقل عنهم أن الخمر إنما هي مكروهة، ينتسبون للإسلام، وما أظن هؤلاء بالمسلمين، ما أظن هؤلاء قد بقي فيهم شيء من الإسلام، لأن العلم بتحريم الخمر هذا مما يعد من المعلوم من الدين بالضرورة، وإذ الأمر كذلك فجهله لا يعذر به صاحبه، وإنما يعذر من كان حديث عهد بإسلام أو كان متأولا كافر يسلم فعادته شرب الخمر فزال واضب على ذلك ولا يزال يشرب، فينبه ويبين له وأنها حرام. أو متأول كذاك الذي تأول ومع ذلك عذره عمر رضي الله تعالى عنه في تأويله، لكن أقام عليه الحد حيث شرب الخمر وقال ما على قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، ما عليهم جناح في كل ما يطعم ويأكل ويشرب إذا اتقى وآمن وعمل صالحا وأحسن، قال وأنا اتقيت وآمنت وعملت صالحا وأحسن فما علي جناح أن أفعل. فهذا نوع تأويل، لكن أقام عليه الحد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسمعنا في الأونة الأخيرة بعض السفهاء السفلة يقول هو مكروه، وقيل أنه كان بحضرة أحد النصارى فقال لا شريع في شريعتكم هو حرام، فصار أعلم بأهل بيته منه. والحديث ذكرناها واضحة صريحة في ذلك. وفي حديث آخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام ذهابه وخروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، فأهدى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مزادتين كربتين فيهما الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله حرمها؟ استفيد يا جماعة هنا الأدب في الدعوة إلى الله جل وعلا، الأدب في الدعوة دون عنف ولا ضرب ولا شدة، ولا وإن كان قد تطلب الشدة في مكانها، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا رسول الله الذي نقل لنا الشريعة أوحاها الله عز وجل إليه ونقلها إلينا، فيأتي الرجل المسلم ويعطي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كربتين من الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله حرمها؟ شيء سهل، هذا حرام، ولا تضارب ولا تصرخ ولا تجهر ولا شيء. فقام الرجل إلى آخر وأسر له، قال صلى الله عليه وسلم ماذا أسررت له؟ قال قلت له بحا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا الذي حرم شربها حرم بيعها. فأفرغها الرجل أراقها وتخلص منها. رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فبيع الخمر محرم، هذه الأحاديث تدل على تعميم التحريم. لكن عند الحنفية قول، عند الأحناف قول بجواز بيعها للكافر الذمي، وقيل غيره أيضا، لأنه يعتقد في شريعته أنها حلال وليست بحرام، فقالوا بجواز
بيعها له. وهذا قول في الحقيقة يخالف السنة ويخالف الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صرحت بتحريم بيع الخمر. ولهذا جمهور العلماء على خلاف ما اختاره الأحناف، وأن بيع الخمر حرام سواء أن تبيعها لمسلم أو كافر، ذميا كان أو غير ذمي. ويلحق بالخمر كل ما كان من قبيله مذهبا للعقل، مزيلا للفهم، مضرا بالصحة، كالمخدرات والحشيشة والأفيون وما يلحق بها، ومثل أيضا الدخان والمشهورة والمادة المشهورة عندنا المسمات بالشمة وغيرها، كلها تلحق بها وتأخذ حكمها في تحريم استعمالها وعدم جواز بيعها وعدم جواز شرائها وتحريم التجارة فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم فنهى عن التجارة فيها، نهى عن التجارة بماذا؟ في الخمر، ويلحق بها غيرها. استثنى العلماء من هذا إذا تخللت الخمر، إذا تخللت الخمر، إذا تخللت الخمر بنفسها جاز بيعها وشراؤها وأكلها. قال صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، فهذا يدل على جواز تناوله وأكله وإباحته، وهذا يدل على جواز بيعه وشرائه. فإذا تخللت الخمر لوحدها، ثمة خمر بفعل الحرارة أو غير ذلك صارت خلا جاز استعمالها، نقل الإجماع والاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء. أما أن يخللها بنفسه فلا يجوز، هي خمر فيستعمل فيها مواد وطرق ونحو ذلك ويصيرها خلا، فهذا لا يجوز. وقد اختاره شيخ ابن تيمية ونقل الاتفاق عليه وقول كثير من العلماء به، وكثير من العلماء به. ومما يدل على ذلك الحديث الذي فيه أن طلحة رضي الله تعالى عنه ولي مالا لأيتام، أيتام ورثوا مالا فوليه عليهم طلحة، كان في ضمن المال خمر، فأمر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فيه، فأمره أن يريقه. ومعروف أن مال اليتيم يعني من أعظم الأموال التي يجب أن تحفظ، وقد توعد الله جل وعلا متلفها بالوعيد الشديد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومثل أكل مال اليتيم إحراقه وإتلافه وإغراقه كما قال العلماء، فمال اليتيم يحفظ. فلو كان جائزا تخليلها لقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة خلل هذه الخمرة، هي خمر صيرها خلا، لا، أمره أن يريقها، أمره بماذا؟ بأن يريقها فأراقها. وهذا يستفاد منه أن المال الحرام لا يورث، المال الحرام لا يورث، لأن من شرط الإرث كما مر معنا في شرح الضحبية أن يملكه صاحبه، فإن كان لا يملكه ملكا شرعيا لا يورثه، لا يرثه عنه غيره. والذي يكسب المال من الحرام لا يعد مالكا له، كالذي حصل مالا بالسرقة أو بالغصب أو الانتهاب أو الاختلاس أو بيع الخمر
أو بيع محرمات أو الربا فلا يورث هذا المال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذه الخمر التي صارت في مال أولئك الأيتام. فإذا هذا فيما يتعلق ببيع الخمر وأنها حرام. طيب يريد سؤال هنا وهو ما حكم استعمال المخدرات التي تخدر الإنسان في مجال الطب؟ هل ذلك يعد جائزا أو لا؟ لأنه نهى عن بيع الخمر وألحقنا به كل المخدرات، وفي مجال الطب يحتاج المريض أحيانا أن عندما يطبب أن يخدر، سواء يخدر بعض أعضائه أو تخديرا كاملا، وذلك يكون مزيلا لعقله ولغير ذلك. أجاب العلماء بأن مثل هذا جائز تصنيعه وبيعه وشراؤه، بشرط أن يكون هذا التخدير محتاجا إليه وفي ضرورة ملحة، ودفع المال بيعا وشراء إنما هو مقابل العمل وليس لأجل المخدر نفسه، وفرق بينهما. فدفع المال يكون مقابل العمل لا مقابل الشيء والمادة نفسها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. يقول هذا: هل الأصل في اللحوم التحريم والوقف أو الجواز؟ ها هنا باب للعلماء، وهو باب في بيان أصول الأشياء. وفي باب اللحوم يذكرون قاعدتين. القاعدة الأولى: الأصل في اللحوم. والقاعدة الثانية: الأصل فيما ذبح. الأصل في اللحوم ثم الأصل فيما ذبح. أما الأصل في اللحوم فهو الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. الأصل في اللحوم هو الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. وأما المذبوح فالعكس، الأصل فيه أنه حرام إلا إذا كان دليل على حليته بأن يكون قد ذبح على الطريقة الشرعية. السؤال هذا خارج الدرس على كل يوم. يقول: هناك من يقول عن قول الإمام عبد هناك من يقول بأن القول غيبة، وكون العالم يختار قولا بناء على أدلة، يختار قولا بناء على أدلة، وإذا اختار قولا بناء على أدلة وشدد في حق المخالف فالجواب عنه يكون أيضا مبنيا على الأدلة، يكون مبنيا على الأدلة. فلما ذكر كلام عبد البر مثلا في هذا الفعل وأنه لا يفعله إلا المخنثون من الرجال، هذا كلام عبد البر، وقاله بناء على ما عنده من الدليل. فليس لمن يخالفه أن يقول هذا القول غيبة، ليس كذلك،
ليس له أن يقول هذا القول غيبة. ابن عبد البر ما يقصد أولا كلامه عام، هذا الفعل لا يجوز فعله، إنما يفعله كذا وكذا، وهو لم يقل زيد مخنث أو فيه وفيه، فيخيف يقال هذا غيبة، ما يصح هذا. هناك من يقول بأن هذا القول غيبة، مو سليم، ليس صحيحا. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أخاك مو أخ مطلق، أخاك يعني المعين. قال أرأيت إن كان فيه، المقصود معين. أما أن يقال من يفعل كذا فهو كذا بناء على الأدلة، هذا لا يعد من الغيبة، هذا خطأ في الفهم. الغيبة أن تذكر شخصا معينا بما فيه من العيب، بشرط أن لا يكون ذكرك له من الست المستثنيات. القدح ليس بغيبة في ستة، فلا يكون ضمن هذه الستة التي حكى الإجماع على جوازها الإمام ابن عبد البر رحمه الإمام النووي رحمه الله وغيره. فهنا إذا ذكرته تكون قد اغتبته. أما إذا كان في بيان حكم شرعي تكون من يفعل كذا فهذا يعد كذا بناء على الأدلة، لا يعد هذا من ماذا؟ من الغيبة، لا يعد هذا من الغيبة. يقول حبذا لو بينتم لنا أدلة الأصل في اللحوم الحلال. طيب ماذا يقول الله تبارك وتعالى في الآية؟ قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون. قل لا أجد، هي الأدلة كثيرة لكن نجتزئ بواحد. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه، لا يوجد فيما يطعمه الإنسان من المحرمات إلا كذا وكذا وكذا، فغيره ماذا يكون؟ حلال. واضح الدليل؟ ها الدليل واضح؟ واضح جدا. إن شئتم تراجعون قواعد الفقهية، المنظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وتعليق وشروح أهل العلم عليها، ففيها الإشارة إلى هذا. وأما الذبائح قال صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وغيره غيره لا تأكل. إذن لا بد من شرط في الذبيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيع بعض الشيء يستعمل فيما هو الشرع وفيما هو محرم، مثل مثلا شفرة الحلاقة، هل ثمنه محرم؟ ما كان يستعمل في الحلال والحرام ينظر إلى الغالي، إلى الغالي فيه، فإن كان الغالي في استعماله فيما لا يجوز فلا يجوز بيعه، وإن كان الغالي في استعماله فيما هو جائز جاز بيعه، وحيث تأكد أنه يستعمل في الحرام فلا يجوز، وحيث تأكد أنه يستعمل في الحلال جائز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح زمن الفتنة، والأصل فيه الجواز، واتفق العلماء وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، والأصل الجواز. والله أعلم. انتهينا من الدرس هذا، نأخذ الدرس الثاني.